هذه المسألة تؤرقنا جميعاً، ولسوء الحظ العقد الأخير كان مليئاً بالنزاعات المسلحة والحروب وتداعياتها، أي أن هناك تداعيات سلبية على النساء والفتيات فيما بعد الحروب والنزاعات المسلحة بسبب النزوح والهجرة، التهجير القسري والحياة غير المستقرة في أماكن اللجوء أو النزوح. فبالطبع هذه المسألة برأيي التي تستحوذ على اهتمامنا كمنظمة متخصصة إقليمية وكذلك اهتمام الدول الأعضاء. وأعتقد أن الدول العربية كانت متيقظة لهذه المسألة، وأغلبية الدول اتخذت إجراءات، وهناك في عدة دول عربية خطط وطنية لتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بحماية النساء في النزاعات المسلحة ومن جراء تداعياتها. إلى أي مدى يتم إنفاذ هذه الخطط أو تنفيذ برامج بفعل هذه الخطط أمر آخر، ونحن وضعنا نفسنا بتصرف الدول الأعضاء التي تريد تنفيذ خطط خاصة بمجالات يعني متصلة بالقرارات الدولية. 10 لمجلس الأمن وقرار للجمعية العامة في موضوع النزاعات المسلحة. فنحن نواكب العمل الحكومي ونقيم على المستوى الإقليمي دورات خاصة لمن يهتمون بوضع الخطط الوطنية ورسم السياسات الوطنية وتخصيص البرامج وإجراء الدورات الخاصة بالموضوع. الموضوع الذي ما زال يقلقني وأقر بأنه يستحوذ اهتمامنا لكن إمكاناتنا ضعيفة فيه هو تقديم الخدمات المباشرة. تعرفين أن موضوع حماية النساء والفتيات في هذه الظروف يستوجب أولا تشريعات وخطط حكومية وموارد، ويستوجب مساعدة مباشرة تسمى الإمرجنسي ريليف، أي المساعدة الطارئة التي تتجسد بتأمين توفير المنازل الآمن أو الخيام أو الماء للشرب وأمور أساسية جدا للحياة الكريمة للبشر. فهذه الأمور نحن كمنظمة ليس لدينا إمكانات للقيام بتوفير هكذا خدمات مباشرة، هي خدمات إنسانية واجتماعية مباشرة، لكن كل الباقي نهتم به من كل قلبنا وكل إمكاناتنا. من يهتم بالخدمات المباشرة هو الهلال الأحمر، المفوضية العليا للاجئين، لديهم إمكانات ضخمة للقيام بهذه الأعمال. الأعمال الأخرى هي أعمال بالعمق، هي أعمال تتناول خطط مستدامة لتأمين الحماية ولتمكين النساء والفتيات اللواتي كنا ضحايا مباشرة من النزاعات المسلحة والحروب والإرهاب، وكذلك النساء اللواتي يعيشن في مناطق الاحتلال كما في فلسطين. وهناك علامات استفهام كبيرة حول ما يجري مع السجينات الفلسطينيات المعتقلات في فلسطين واللواتي يبقين لأشهر في اعتقال إداري من دون أن يصدر بحقهن حكما. وبالتالي أنا لا أدخل في موضوع سبب اعتقالهن لأنه قد يكون موضوع سياسي ونحن لا نتدخل بالسياسة، ولكن ما يهمنا في منظمة المرأة العربية هو التأكد من أن يطبق عليهن في المعتقلات وفي السجون المبادئ العامة التي تتغنى بها الأمم المتحدة، وهي حماية حقوق السجين الإنسانية، الحقوق الإنسانية البدنية. كل من يسكن في لبنان اليوم يعيش في حالة مزرية، وبالطبع نعرف من خلال الدراسات الاقتصادية والاجتماعية التي أجريناها ويجريها سوانا من المنظمات ومراكز الأبحاث أنه في حالات البؤس دائما نسبة النساء أكبر، في حالات الفقر نسبة النساء أكبر، في حالات انعدام الخدمات الصحية والتقديمات الاجتماعية النساء عددهن دائما أكبر. ولكن أنا أعتقد أن الوضع في لبنان وصل إلى الدرك الخطير، وهناك وعي من جانب الدولة اللبنانية لخطورة الوضع. ما ينقص لبنان في الوضع الحاضر هو أن يكون هناك وحدة صف سياسية لمعالجة القضايا المعيشية، لأنه لسوء الحظ هناك انقسام سياسي خطير في لبنان وهو يضعف الموقف اللبناني في مواجهة القضايا المعيشية،
ومن القضايا التي تطال معيشة المواطنين مباشرة التفاوض مع الجهات الدولية التي ستقرض لبنان أموالا من أجل إعادة النهوض بقطاعاته العامة وبالقطاعات الإنتاجية الاقتصادية. ونحن كان لنا مؤخرا تدخل في إطار إطلاق مشروع إقليمي، مشروع مش إقليمي، مشروع دولي خاص بلبنان ليفتح ملف العدالة الاجتماعية عندما توضع خطط النهوض الاقتصادي والنهوض المالي. فلبنان كما تعرفون هو على مشارف عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي ومع سواه ربما من جهات، أنا لا أقول مانحة، ولكن جهات استثمارية. فقلقنا هو أن يكون هناك إدماج للنوع الاجتماعي في الخطط الوطنية التي تقدم من أجل أن يأتي التمويل فيعمم النفع على كافة فئة المواطنين ولا يأتي حصراً للبعض ويبقى البعض الآخر بحالة تهميش أو إقصاء. وأعطيك أمثلة، نحن نسعى منذ 25 سنة منذ بيجين، أتذكر أن الرئيس الحريري، الرئيس رفيق الحريري رحمه الله، أرسل مذكرة إلى الإدارات بطلب منا، كنا اللجنة التي شاركت في مؤتمر بيجين سنة 1995، أنا كانت المرة الأولى التي أدخل فيها قضايا مرة. بعدما عدنا من بيجين أرسلنا كتاب إلى رئيس الحكومة آنذاك الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وطلبنا منه أن يتم التعميم على كل الإدارات بأن يتم اعتماد معيار النوع الاجتماعي في كل الإحصاءات، أي تكون الإحصاءات قائمة على متغير مرأة رجل لنعرف أوضاع المرأة كما الرجل بشكل مقارن في كل المعطيات. بعد 25 سنة عندما حصل انفجار مرفأ بيروت كنا وبدأت مساعدات من جهات دولية ومن جهات حكومية وغير حكومية في لبنان، نحن نسأل اليوم في لبنان الجهات التي تمنح أو التي تقدم أو توفر خدمات، كم من النساء وكم من الرجال كان بين ضحايا لا يعرفون؟ نسألهم عندما توزعون خدمات، توفرون، تقدمون خدمات، كم هي نسبة النساء اللواتي استفادن؟ لا يعرفون، يقولون لنا سيجب أن نراجع الجداول. ليه؟ لأنه بعد 25 سنة أو ربما أكثر لم يتم بعد إدماج النوع الاجتماعي في الإحصاءات، وهذا الأمر مهم جدا لكي نعرف الواقع. لا يمكن أن نتدخل في أي مجال من المجالات إلا إذا كان لدينا معطيات عن الواقع. ونحن حتى اليوم نقوم من وقت لآخر بتنظيم دورات تدريبية للإحصائيين في الدول العربية ويقولون أننا سندمج النوع الاجتماعي في الإحصاءات الوطنية، وعندما يكون هناك أحداث وكوارث نرى أن المعطيات وكذلك التدخل غير قائمين على أساس المساواة بين الجنسين، بينما سكانيا النساء هم نص المجتمع. أنا أكيدة أن المنح والمساعدات تعطى للرجال في الأسر، وهذا الأمر ليس بالضرورة أمرا منصفا، لأنه في بعض، أولا عندنا نسبة ما يزيد على 10% بشكل متوسط من النساء أرباب الأسر بسبب غياب الزوج أو هو معتقل أو متوفي أو متواري أو متزوج امرأة أخرى ولا يقوم بمسؤولياته، فهناك نسبة من النساء هن أرباب أسر. هناك نسب من النساء توفى زوجهن وهن متقدمات بالسن، هناك نساء غير متزوجات، هناك نساء ذوات حاجات خاصة وقد تكون أسرهن قد تركتهن في عهدة مؤسسات رعاية. يجب أن ننظر إلى مروحة كل الحالات في المجتمع، وبما خص النساء أنا متأكدة من أنه ليس هناك من إنصاف حتى اليوم في الرعاية الاجتماعية والتقديمات الصحية للنساء كما للرجال. بالمبدأ أنا مطمئنة جدا للإرادة السياسية الواضحة جدا في مصر والتي هي منحازة تماما لصالح المرأة ولصالح التقديمات التي تلغي الفجوة التي كانت تقليديا موجودة في مصر كما في سائر الدول العربية بين الفرص المتاحة للنساء والرجال. الإرادة السياسية موجودة، إرادة عند رئيس الدولة عندكم، أنا برأيي الأمر مطمئن جدا ويعطي انطباع بأن هناك جدية في التعاطي مع القضايا التي تعني المرأة.
ولكن وهناك كذلك جهود بالتشريعات، لأن هناك وعي لهذه المواضيع في البرلمان وفي مجلس الشيوخ. لكن أنا برأيي هذا يتبين أنه لا يكفي، لأن المجتمع الأهلي في الكثير من الحالات خاصة في المناطق البعيدة عن العاصمة وفي الفئات غير المتعلمة جدا، هناك نوع من المقاومة للإجراءات ولإنفاذ القوانين. وأخذ مثلا على ذلك قانون منع ختان الإناث الذي أصبح قانونا منذ فترة، ولكن كان هناك في الماضي صعوبات في إنفاذه، لأن العادة هذه والتقليد الموجود في بعض الأوساط بقي ساريا لفترة طويلة، وكان هناك بالطبع تيقظ للحكومة لهذا الموضوع. وأعتقد أن اليوم التحدي الكبير أمام الحكومة هو في إنفاذ القوانين، وبالطبع الجمعيات غير الحكومية المتنورة والمتدخلة لصالح حقوق الإنسان ولصالح المساواة في الفرص بين النساء والرجال لصالح حماية المرأة والفتاة من كل أشكال العنف، ومنها التزويج القسري وختان الإناث ذكرتهما. أنا برأيي يجب أن تتعاون أكثر مع الحكومة من أجل إنفاذ القوانين والتشريعات.